السلام عليكم. الله الله الله، انا يعني سمعت حاجه كده عماله تخبط جامد، فبصراحه ما شاء الله قلت بطلع اشوف في ايه. لقيت خير خير خير، المطره شديده شديده ما شاء الله، اجواء الشتاء والمطره والخير جت. شايفين المطره شديده شديده بجد، وعماله تخبط وترزع لدرجه ان قلت يا رب في ايه. فلقيت فتحت الشباك لقيت الخير ده. ندعي جميعا يا جماعه، والله ربنا يصلح حالنا جميعا، يصلح حال اولادنا ويشفينا ويعافينا ويعفو عنا ويغفر لنا جميعا. اللهم صل على النبي، حاجه تشرح، حاجه جميله، خير خير المطره دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. طبعا اليوم ده عاوز ايه؟ عاوز زي ما انتم شايفين الصينيه دي، اي الصينيه مليانه من الخيرات بتاعت المحشي. بصراحه انا كنت بالمصادفه النهارده في السوق وكنت هعمل محشي بالمصادفه، يعني انا لسه جايه من السوق وما كنتش هعرف ان المطره هتمطر، فما شاء الله انا كنت لسه داخله من هنا والمطره قالت خدي من عندك. ما شاء الله الصينيه دي، يلا نشوف عملناها ازاي، يلا بينا. وهنسمي بسم الله. طبعا انا معايا 3 كيلو من الباذنجان، معايا كيلو من الطماطم، معايا اهوت كوسه لان انا هعمل تشكيله كلها، ومعايا كمان فلفل الوان. وعشان بقى نسهل ونسرع هنعمل كله في وقت واحد. اول حاجه هتجيبي 4 بصلات كبار حلوين كده، وهنبدا نعين الوش القشر بتاعها، وهنغسلهم ونقطعهم صغير وهنفرمهم من صغير في الكب. اهو انا ببدا اعين القشره. ليه بقى يا جماعه؟ لان ما تقعديش تقوري، وبعد ما تقوري تبداي تعملي الدمعه، هياخد منك وقت كبير. فانا بحب اعمل الدمعه بتاعتي اسيبها تتسبك، وهي بتتسبك اعمل البتنجان بتاعي واقوره. اهو اديني عينت القشره وغسلت البصل وقطعت مكعبات، وبدات ان انا افرمه في قلب الكب. هتبداي تجيبي الحله اللي انت اصلا هتسوي فيها، عشان ما تعمليش مواعين كتير، لا اللي انت هتسوي فيها. وتحطي حبه حلوين كده من الزيت الذره او من اي زيت، بس ما يكونش ليه ريحه يعني، عشان يطلع المحشي بتاعك حلو. وادي البصل اللي انا فرمته ببدا ان انا انزله اهو، بقيت افرم حبه على قد الكبه وانزل بيه في الحله. اديني فرمت الاربع بصلات، وهنبدا كده نقلب فيه كده لحد ما يعني تدبل معايا شويه. انا بقى هبدا ان انا احضر الطماطم، حطيت شويه ميه اهي في الخلاط عشان يشتغل معايا. وهبدا ان انا اخد طبعا الطماطم دي اللي غسلناها، لسه غسلناها دلوقتي. هنبدا ان احنا نعين الراس بتاعتها ونقسمها من النص، ونبدا ان احنا نحط عشان نخلط ايه الطماطم بتاعتنا. الطماطم دي عباره عن كيلو، اللي انا عامله ما شاء الله 3 كيلو باذنجان ونص كوسه ونص فلفل، وكمان هعمل نص كيلو من البصل. ما شاء الله الكميه، فعشان كده عملت كيلو. لما دبلت البطاطس البصله، مش عارفه انا ليه مركزه على البطاطس. بعد ما دبلت البصله بدات ان انا اجيب 4 فلفل حمر اهو، الدبه دي للشطه، وبدات ان انا اديها تشويحه في البصله. وبعد كده ادي الطماطم بتاعتي اتعصرت، هبدا ان انا اصفيها بالمصفى. في بيحب يحط الطماطم بالقشر، بس بصراحه لا، يعني انا بحب اصفيه، بحس ان القشر يعني بيتعب المعده، عشان كده انا بحب اصفيه. اديني صفيت الخلاط بتاعي كله اهوت الكيلو الطماطم، اديني صفيتها كويس جدا من القشر. بعد كده هبدا انزل بايه بقى؟ بمعلقه من السكر. معلقه السكر دي حلوه قوي، بتعادل الحموضه بتاعه الدمعه، وتديها تقليبتين بقى وكده خلاص. انا كده بقى اسيب الدمعه بتاعتي على نار وسط واسيبها تستوي هي مع نفسها يعني. في نفس الوقت اكون انا قورت البتنجان بتاعي. اسمي بسم الله بقى، نبدا في ما شاء الله الكميه اللي انت شايفينها ديت. ابدا اعين الراس كلها الواحد، يعني تعين الراس كلها الاول وبعد كده تبداي تقوري مره واحده، ده بيسهل عليكي برضه ما شاء الله. يعني بصراحه الجو لسه المطره بتمطر، ولسه الاجواء بصراحه جميله ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر، يا رب يديمها علينا خير كده. وابدا بعدين ما عينت الراس كلها بقى وفضيت الصينيه، هبدا ان انا اقور. بس انا بحب اجيب راس من البتنجانه، الراس اللي انا شلته من فوق، عشان انزل اللي على المقوار، بحيث بدل ما انزل بصبعي وصبعي يسود، لا بنزل بالراس بتاعت البتنجانه. وادي ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، يعني زي ما انتم شايفين كده اديني قورت الكوسه وقورت البتنجان، وكمان فضيت القلب بتاع الايه الفلفل. وفي نفس الوقت بردك ادي زي ما انا ما قلت لكم الدمعه اتسبكت اهي، يبقى انا كده قورت وسبكت في نفس الوقت. الوقت كده ما بياخدش معاكي وقت خالص. هبدا ان انا احضر الميه اللي انا هسقط فيها، سواء شوربه فراخ او لحمه. انا النهارده بصراحه هعمل فراخ،
فهبدأ أحط كام ورقة من اللورة وكام حبة حبهان، وهسيبهم لحد ما المية تبدأ تغلي معي، بس أنا مهدية النار. هبدأ إن أنا أحضر التتبيلة دي، عبارة عن معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من الملح، ومعايا بصلاية وسط أهي قشرتها وغسلتها وحطيتها لما اتفرمت ناعم اهي، ومعايا هنا وراك، لاننا بصراحه احنا ما بنحبش الصدور قوي، فبنبدا نتخانق بقى، انت خد الورك، لا انت خد الصدر، ما بيرضوش، كلهم بيبقوا عايزين الورك، فانا قلت بقى اجيب الوراك بصراحه. انا ما بستخدمش الصدر لما بكون جايبه الفرخه كامل عشان احشيها، لكن غير كده لا. وتبداي ان انت تدخلي البصله في رشه الملح والفلفل دي، وتدخليهم في بعض قوي. وكمان جبت طماطميه اهي عينه الراس وغسلتها، وبدات اقشرها، اخد القلب بس، عباره عن معلقه كبيره اهي، معلقه واحده مش كتير، ما تكتريش. وتبداي تدخلي كل دوت في قلب بعضه. وطبعا الفراخ دي انا كنت نقعاها في ملح وليمون، الوراك دي كنت نقعاها في ملح وليمون كده لمده ساعه، وبعد كده شطفتها كويس جدا ونشفتها. اهم حاجه تنشفيها من الميه. وتبداي تاخدي تتبيله البصل دي بالرشه الملح والفلفل ومعلقه الطماطم، وتبداي تدخليهم كده في قلب الوراك وتسيبيهم 10 دقائق، لان انا اصلا كنت مهديه النار على الميه، فيدوبك على ال 10 دقائق كده الميه بدات تغلي اهو. هنبدا نسمي بسم الله كده وننزل الوراك. الحركه دي يا جماعه والله والله بتفرق كتير في طعم الشوربه، بتحس كده ان انت بتشربي شوربه بلدي مش شوربه بيضه لا. وبعد كده تبداي تاخدي كميه البصل اللي فاضت اهي، تعصريها من الميه كده على خفيف وتنزلي بيها، ونديها تقليبه كده ونسيبها بقى ايه لما تستوي. ما شاء الله ما شاء الله، الحركه دي يا جماعه اعملوها، بس سيبوها في الفراخ يعني 10 دقائق قبل ما تسقطيها في الميه، بتفرق كتير في الطعم. بعد كده انا ببدا اعين بقى القطع الفلفل اللي انا كنت حطاها الحاميه عشان تحرق لي او تدي تشطيطه كده تخلي الدمع بتاعتي مشططه. هبدا طبعا افضي الحله، وهنزل بمعلقه زبده اهي او سمنه المتاح عندك انزلي بيه. انا نزلت اهوت بمعلقه كبيره من السمنه او الزبده، دي زبده. طب لو ما عندكيش زبده انزلي بمعلقه سمنه. طب هتقولي هتسيح ازاي؟ الدمع بتاعتي اصلا سخنه، فعشان كده مجرد ما انا حطيتها وقلبت ساحت معايا. هبدا انزل بقى التوابل بتاعتي، معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، معلقه من الكزبره الناشفه، معلقتين ونص من الملح، لان انا ما شاء الله هعمل 3 كيلو بتنجان ونص كوسه ونص فلفل يعني، ولسه كمان في بصل هنحشيه، عشان كده انا حطيت معلقتين ونص مع معلقه من القرفه. القرفه دي بتبقى حلوه قوي وبتدي طعم حلو قوي 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 بصراحه. يبقى انا كده حاطه ملح، حاطه كزبره، حاطه فلفل اسمر، وحتى قرفة، بس ما بحطش اكتر من كده، ومعلقه السمنه او الزبده. بعد كده انا معايا هنا الخضره، حزمه كبيره من الكزبره، حزمه كبيره من الشبت، وحزمه كبيره من البقدونس اللي هي بيقولوا عليها خضره المحشي، وغسلتها كويس جدا، وقطعت الورق على قد ما تقدري، ما تاخديش العيدان اللي فوق لا، خدي الورق بس وقطعيه صغير. بعد كده انا معايا هنا اللي بحطه دوت، ده رز مصري عادي جدا، عباره عن من مج الشاي، حطيت كوبايتين ونص، ما تقوليش قليل لا، هي كوبايتين ونص كويس جدا جدا مع الكميه دي، وتقلبي كله كله في قلب بعض. نبدا نحضر البصل بتاعنا. والله يا جماعه البصل ده جربوه ما شاء الله، هتسيبوا المحشي كله ومش هتدوروا ولا تاكلوا غير البصل، بس اهم حاجه تجيبي البصل الاحمر، لا الابيض ما بيبقاش حلو، هاتي البصل الاحمر وتكون متوله، ما تجيبهاش مدوره. وتبداي تعيني القشر زي ما انت ما شايفه كده وتغسليه، وبعد كده تجيبي السكينه، بس اهم حاجه تكون ليها بوز رفيع. ونبدا ناخد البصل دوت بقى مش من عند الراس من فوق لا من الديل، ونبدا ان احنا نقوره كده بسيط اهو، زي ما انتم ما شايفين كده هيتقور معاكم بمنتهى السهوله، بس في الاخر والله طعمه تحفه تحفه تحفه، تحسي كده انت بتاكلي حاجه مسكره كده وزبده، حاجه جميله بجد. انا بسيب المحشي وبدور عليه هو اول واحد، بس اهم حاجه تجيبي البصله الحمراء وتكون متوله اهو، زي ما انتم ما شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله حاجه جميله. ونبدا ببوز السكينه، بصي بمنتهى السهوله تفتح معاكي وتتقور. طب لو واحده اتفتحت معاكي زي كده، اخد حته من البصل اللي انا مقوراه واسدها واحطها عليها، ما فيهاش مشكله خالص، وبتتسد وما تقلقيش يعني، لا سيبيها بردك وهنحشيها لحد ما قورنا الكميه كلها.
طب البصل اللي فات ده بقى اعمل فيه ايه؟ هبدأ اشيل بس القطع اللي هي التخينة اهي اهي، ببدأ ادور على القطع التخينة اللي زي كده واشيلها، واسيب اللي هو المفروم الرفيع ده الناعم. هبدأ ان انا اجيب طماطميه كده اغسلها وان الراس، ويدوبك ابشرها يعني بتاعت معلقة طماطم اهي، معلقة مش كتير، ويدوبك هنحط رشة بسيطة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الاسمر، ما تزوديش الملح، رشة خفيفة. وهنقلب البصل بالطماطم برشة الملح والفلفل ونركنهم على جنب عشان هنستخدمهم بعد شوية. ما شاء الله ما شاء الله والله يا جماعة، يعني لو عملتوا بالطريقة دي هتلاقوا نفسكم بتعملوه بسرعة وبيخلص معاكم بسرعة قوي ومش بتحسوا بيه خالص. ونبدأ برضك نسمي بسم الله كده ونحشي البصل بتاعنا، البصل الجميل لو عملتيه والله مش هتسيبيه أبدا. انا كل مره بعمل ما شاء الله كميه اكتر من كده، بس المره دي انا قللت شويه عشان ناكل بقيه الحاجه. بعد كده هتبداي تحشي البتنجان، بس تحشيه النص، ما تحشيهوش للاخر، لا لنصه بس، لان لسه الرز هينفش عشان ما يخرجش من البتنجان ويبقى شكله وحش في الحله. يا دوبك تحشي سواء كوسه بتنجان اي حاجه تحشيها للنص بس. وطبعا ادي الحله اللي احنا كنا مسبكين فيها، طبعا انا ما غسلتهاش، انا بعمل فيها على طول عشان احنا دي مطرحها الدمع يعني ما فيهاش حاجه. وتبداي اهم حاجه بصي بقى توقفي، يعني تعملي حبه الاول وتحطيهم وبعدين توقفيهم، وبعدين تعملي بقى بقيه المحشي وتبداي ترصي فيه وهو واقف، توقفي سواء بتنجان، توقفي الكوسه، توقفي الفلفل، عشان لما تيجي تقلبيه بعد كده في الصينيه بيدي كده زي مرصوص كده وبيبقى طعمه حلو وشكله كويس. وادي البصل اللي احنا حاشينه هنبدا نوزعه كده على وش الحله، ما تحطهوش في مكان واحد، لا وزعيه على الحله كلها. وادي البشر البصل بمعلقه الطماطم برشه الملح والفلفل اللي احنا كنا مقلبينهم، برضك حطيتهم من على الوش، كل ده بيدي طعم حلو قوي. انا عايزه اوريكم بص منظر الشوربه يا جماعه، ما شاء الله شايفين حركه البصل بمعلقه الطماطم اللي احنا تبلنا، بصوا يا جماعه والله ما شاء الله، تحس ان دي وراك بلدي رغم ان دي وراك بيضه، لا احنا ما الوراك البلدي دلوقتي غليت قوي فبلاش نجيبها بصراحه، فدي الوراك البيضه بس ما شاء الله بتديكي طعم الشوربه نفس طعم الوراك البلدي ما شاء الله. بصوا الشوربه عامله ازاي ما شاء الله جميله. وتبداي توزعي بقى في الحله الشوربه وهي سخنه لحد نص الحله، ما تزوديش شوربه كتير، لحد النص بس. وانا معايا هنا ليا من العيد، بجيبها من الفريزر زي ما انتم شايفين كده، لسه جايباها مجمده، يا دوبك بشرت اهو بالمبشره بتاع معلقه بس. طب لو ما عندكيش ليا، معلقه زبده، ما عندكيش زبده، معلقه سمنه، معلقه واحده بس، وتبداي بس توزعيها كده على الوش، ترشيها من على الوش، بيدي طعم حلو قوي وهو بيستوي. وادي كده المعلقه دي نرشتها بتاعت اللي هي بتاعتي بعد ما بشرتها، اهم حاجه تبشريها بالمبشره، ما شاء الله ما شاء الله حاجه جميله جدا والله. تبداي تغطي بقى على نار عاليه كده لمده 10 دقائق، وبعدين 5 دقائق على نار وسط، وبعدين تهدي النار. ما شاء الله بصوا بقى، ما فيش رز طارش، ما فيش رز خارج، لا يعني حاجه كده ما شاء الله زي ما بيقولوا بالمسطره. ونبدا بقى نعين البصل بتاعنا الاول على اساس لما اقلب الحله ما يبقاش تحت، لا عشان عايزاه من على الوش. ونبدا نسمي بسم الله الله اكبر بقى كده، يا رب اعرف اقلبها ان شاء الله. اللهم صل على النبي، اتقلبت حاجه عظمه. شايفين البخار؟ هو الجو ده، جو الشتاء وجو السقعه وجو المطر، شايفين البصل حاجه جميله والله العظيم. اعملوها وما تكسروش، يعني ما تقولوش بتاخد دوشه، لا اعملوا كله في وقت واحد، حتى لو عملتي الدمعه وقورتي من بالليل وحشيتي من تاني يوم بيبقى عظمة قوي. اتمنى ما تنسوش باللايكات.